السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في القناه. اليوم فيديو جديد وصفه جديده بالنسبه للبنات. اليوم شنو غادي نحضر معاكم؟ غادي نحضر معاكم واحد البيسكويت اللي كيجي زوين وهشيش وكيبغيوه الوليدات والكبار، مهم كيجي بنين. نتمنى انكم جربوه ويعجبكم. المهم البنات، بالنسبه لهذا البيسكوي هذا ديالاش، هو ديال الشوفان كيف ما كيبان لكم معايا. ها هو راه كيجي بنين وزوين بزاف. المهم البنات بقاو معايا حتى نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه البنات المقادير اللي غادي نحتاجو باش غنصايبو هذا البسكوي ديالنا اللي كيجي بنين كيف ما قلت لكم، كنحتاجو هنايا الشوفان. عندي انا هنايا 500 غرام ديال الشوفان. يمكن لكم البنات يعني دوزيو المقادير ولا تقللوا منها على حسابكم. عندي هنايا 6 ديال المعالق ديال الدقيق، عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي هنا 150 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي هنايا 300 غرام ديال السكر سنيده. الحلاوه البنات على حسابكم، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تقللوا منها. وعندي هنايا جوج ساشيات ديال الفاني وحده خميره كيماويه. نعاود معكم البنات المقادير. عندي 500 غرام ديال الشوفان، عندي هنايا 6 المعالق ديال الدقيق، عندي 3 ديال البيضات، عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي هنايا 300 غرام ديال السكر سنيده، عندي واحد خميره كيماويه وجوج ديال الفاني. بقاو معايا باش نشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه للبنات لهذا الشوفان هذا، غادي نحاول انني نهرمشو واحد شويه، يعني غنحاول نطحنو بحال هكا. ما غاديش نطحنوها البنات حتى يولي بحال الدقيق، يعني غادي نطحنوها البنات غير تهرمش. غنوريكم بحالاش. غادي نهرمشوها البنات غير شي شويه، غير بحال غادي تهرس لينا هكا ونرجع معاكم. هانتوما البنات، من بعد ما طحنتو كيولي على هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نطحنوه بزاف البنات غير يتهرمش بحال هكا. ودابا غادي ندافعو عليه ديك 6 المعالق ديال الدقيق، غادي نضيفو سكر سنيده 150 غرام، غادي نضيفو الفاني راه البنات كيجي زوين وهشيش. نتمنى انكم تجربوا الفاني. نضيف الخميره كي
الكمونيه، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نخلطوا البنات ديك المقادير مع بعضها هكا. راه كيعطيك كميه كبيره، يعني نص كيلو راه غادي يعطيكم واحد الكميه يعني ماشي كبيره بزاف وماشي قليله. يعني بامكانكم البنات الا بغيتوا ديروا كيلو راه ديروه، بغيتوا ديروا قل ديروا قل، المهم نتوما ليكم كامل النظر البنات، يعني ديروا المقادير اللي عجبكم وزوينه البنات والله الا صحي. يعني حسن انكم ديروا يعني ديك بيسكويغي بالدقيق بوحديتو، هذا الشوفه كيجي زوين. المهم نستمر انا حتى نخلط هذه الكميه كامله ونرجع معكم. غادي نضيف البنات دابا ديك ثلاثه البيضات من بعد ما خلطتهم، وغادي نزيد عليهم 150 غرام ديال الزبده مذوبه، صافي البنات. غادي نبقى نحاول نجمع هاد العجينه ديالنا حتى تنسجم لينا كامله. من بعد نرجع معاكم. ها نتوما البنات، ها هو الخليط من بعد ما جمعته كيجي على هذا الشكل. هذا خديت البنات لاطا اللي غادي تدخل الفران، درت فيها هاد بابي كويستو، ما عندكمش البنات ديروا غير دهنوا لاطا بالزيت وصافي. المهم غادي نحاول نشكلها هكا الكويرات دويرات هكا. نتوما البنات وعلى حسب الحجم اللي بغيتو، يعني بغيتهم صغار ديرهم صغار، بغيتهم كبارين ديريهم كبارين. مهم نستمر انا على الطريقه. هكا انتم البنات، وحاولوا البنات منين ديروهم في لاطا يكونوا شويه مبعدين، راكم عارفين مع فيهم الخماره غادي كيتبدل الحجم ديالهم. وصافي البنات انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي ونرجع معكم. غادي ندخلهم البنات للفران درجه حراره تكون 170، المده ديال الطياب ديالهم ما كياخذوش الوقت، ماكسيموم واحد 15 دقيقه. منين بانوا لكم تحمروا صافي. المهم البنات انا غادي نكمل الكميه اللي باقا ليا، لحقاش باقي لي نقول لكم كميه نص كيلو، يعني كتزكى يعني كتجي بزاف، نكملها ونديك الساعه نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي، وغادي نوريكم باش يمكن لكم تزينوها. ها نتوما البنات، هذا هو البسكويت ديالنا من بعد ما طاب، طيبت الكميه الاولى قلت علاش ما نوريها لكمش. ها نتوما البنات راه كيجي على هذا الشكل، هذا
مهمة البنات بالنسبة للحجم، انتما واللي يعجبكم، يعني يمكن لكم ديرهم صغار من هادو، يمكن لكم ديرهم كبار. بالنسبة للبنات الطريقة ديال التزيين، بإمكانكم تخليهم غير هكا، راه هكا كيجيو زوينين. انا كنفضل انني غندير لوليداتي فيهم الشوكولات باش كيعجبهم. عندي هنايا الشوكولات اسود ذوب، غادي ناخد واحده بحال هكا، كيجي مقرمل وزوين البنات، وناخد واحده وغنلصقها معاها هكا بحال هكا. هانتوما البنات، ناخد واحدة أخرى ندير فيها الشوكولات، ندير معاها واحدة أخرى بحال هكا. نستمر البنات انا بنفس الطريقه حتى نكمل البسكويت ديالي كله، وتا هذاك اللي كيطيب وديك الساعه نرجع معاكم. هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا من بعد ما ساليته. كيف ما قلت لكم راني زينته بالشوكولات، يمكن لكم البنات ما تديروش فيه الشوكولات، يعني تخليوه غير هكاك، يعني نتوما والطريقه اللي عجبتكم واللي بغيتو ديروا بها كيف ما كتبان لكم. انتما راه كيجي زوين بزاف، نتمنى انه يعجبكم. المهم البنات، ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش خليو لي لايك ديالكم، خليو لي التعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ويلا البنات، بسلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله.